الشركة العربية لأمة الدواجن من الشركات الرائدة والمتميزة في مجال صناعة الدواجن في السودان والوطن العربي. ومن أرض الحرمين إلى النيلين شمخت ست من المشروعات الناجحة الموطدة لصناعة الدواجن. يقف في أعلاها وعلى مساحة 15 فدانا مجزر البراري الآلي الرابض شمال الخرطوم عند الكيلو 30. في العام 11/2000 أسس مجزر البراري، وبعد عام واحد أخرج باكورة إنتاجه. يعمل المجزر بطاقة تصميمية تبلغ 6000 طائر في الساعة، بينما يتم ذبح ما بين 28000 إلى 33000 طائر في اليوم. تتم بالمجزر سلسلة من العمليات ابتداء من استلام الفراخ الواردة من مشروع البراري للتربية والتسمين، حيث تتم عملية فحص إيصالات الفراخ الواردة والتسجيل في البوابة الرئيسية، ويتم إنزال الفراخ في صالة استقبال مبردة بها إضاءة زرقاء لتهدئة الفراخ. بعد عملية الفحص والكشف الحي من قبل الأطباء المختصين، تتم عملية تعليق الفراخ في السير من قبل عمالة مدربة، ثم عملية الذبح التي تتم حسب الشريعة الإسلامية. تأخذ فترة الإدماء من 2 إلى 3 دقائق، يمر الفراخ بعدها داخل سخان به ماء تتراوح درجة حرارته بين 58 إلى 63 درجة مئوية. بعدها يمر بعملية نزع الريش، تليها عملية قطع الرأس والرقبة والأرجل، من ثم يمر الفراخ إلى صالة الباطنية وتتم مراحل نزع الأحشاء آليا. هنا في صالة التعبئة والتغليف تشدد الشركة على مطلوبات جودة وسلامة المنتج. تغسل الفراخ بماء يحتوي على الكلورين، ومن ثم تمرر في ماء درجة حرارته أقل من 4 درجات مئوية. بعد ذلك يمر الفراخ عبر السير حتى يصل إلى ميزان فصل الفراخ حسب الأوزان، ثم يتم تعبئة الفراخ مطابقا لمعايير الجودة وسلامة الغذاء، والذي يحمل مسمى فراخ البراري، والذي يعبأ في أكياس تحمل اسم الشركة وتاريخ الإنتاج والانتهاء، ويلي ذلك وزن الفراخ وإدخاله إلى ثلاجات التبريد السريع في درجة حرارة 40 درجة تحت الصفر لمدة تتراوح بين 12 إلى 18 ساعة. تتم تعبئة وتخزين الفراخ في مخازن بدرجة حرارة بين 18 إلى 25 درجة مئوية تحت الصفر، ومن ثم تشحن على عربات مبردة لإكمال عملية التوزيع داخل ولاية الخرطوم وخارجها. نظم الجودة وسلاسة العملية الإدارية والإنتاجية أهلت مجزر البراري للحصول على شهادتي الآيزو 22000 منفردا دون غيره من المجازر في سلامة الأغذية وشهادة حلال. التزام المجزر بالمعايير العالمية العالية الجودة في القطع والتعبئة والتغليف جعلته المورد الرئيس لمطاعم KFC في السودان. برؤية وأهداف واضحة، يمضي مجزر البراري واثق الخطى تسنده سنوات من التجربة وتدفع به نحو المستقبل